ما هل تعتقد كذلك أن الدعم الغربي ساهم في ذلك؟ إلى أي مدى هذا الدعم هو الذي ساعد فعلا الأوكرانيين على الصمود على الأقل خلال هذه الأيام؟ والله أريد أن أميز بين أمرين اثنين. الغرب لحد الآن أو الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة تقدم مساعدات، هذه المساعدات مادية وغذائية وصحية، ولكن لا تقدم رجال، لا تقدم جنود، بمعنى أن الضحايا الذين يسقطون آلاف الجرحى والقتلى هم أوكرانيين، وبالتالي الخسارة الكبيرة هي لأوكرانيا. ونحن نعلم أن هناك مثل عربي قديم يقول ليست اللائحة كالتكلى. الأوروبيون الآن بعيدون عن هذه الحرب، الذي يؤدي الثمن الحقيقي هي أوكرانيا. وبطبيعة الحال أنا لا أعتقد بأن بوتين كان يظن بأن هذه الحرب ستكون خاطفة ليوم أو يومين، بحكم أن الاستعدادات إليها في روسيا استمرت لوقت طويل، ولليقين أن الاستعدادات لهذه الحرب صاحبتها حروب أخرى على مستوى المعلومات وعلى مستوى التواصل وعلى مستوى أمور أخرى متعددة. والروس يعرفون بأن أوكرانيا هي منطقة استراتيجية بالنسبة إليهم، واليوم هم يعرفون جيدا بأن دخولهم إلى أوكرانيا، يعرفون بأنه دخولهم إلى أوكرانيا وفرض أمر واقع، وربما إن اقتضى الحال بعد السلام أو بعد فرض سلام من نوع معين إقامة نظام سياسي موالي لروسيا، ربما كل هذه الأمور كانت حاضرة كخيارات استراتيجية بالنسبة لبوتين. ولكن الروس يبدو لي بأنهم لم يكونوا يعتقدون بأن الحرب في أوكرانيا ستكون لمدة يومين أو ثلاث. ثم لابد من القول بأن الأوكرانيين الآن التكلفة التي يقدمونها لهذه الحرب هي تكلفة باهظة على مستويات متعددة.